هذا الطلب اذا قبل اليوم كنتواجدوا هنا بدعوه من الجمعيه المغربيه للطفل التوحدي باش نشاركوا معهم في هذا النشاط الهام واللي البدايه ديالو هو اليوم بندوه تحسيسيه وتعريفيه بمجال تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه خصوصا عندما يتعلق الامر بالفشل الدراسي واللي يعود هذا الفشل لمجموعه ديال الاشياء ممكن يكون بطء تعلم ممكن يكون اعاقه التوحد ممكن يكون اشياء كثيره اذا باش نقدروا نعرفوا النوع ديال هذا الفشل الدراسي ضروري من عمليه التشخيص باش نعرفوا هذا الطفل مما يعاني وخصوصا اننا عندنا احنا في المغرب الان برنامج وطني للتربيه الدامجه واللي يمكن له ان يستفد منه في حاله ما كان المعاناه ديالو هي نتيجه لاعاقه ما. الدور ديالنا الان في هذا النشاط الهام هو اننا كجمعيه رائده على المستوى الوطني في مجال لو ديبيستاج اي ان الكشف والرصد ديال صعوبه التعلم داخل المدارس واللي طبعا نبغيو نقولوا للمشاهد الكريم ديال انه نتوفر على ادوات اللي هي مبيئة بصيغة مغربية صحيح أنها لم يشملها بعد عملية ليطالوناج دونك استسمح أنني أقولها بالفرنسية ولكن ليطالوناج باقي ما عندهاش ولكن كتبقى أدوات اللي هي بينت الفعالية ديالها خلال مجموعة ديال العمليات التشخيص على المستوى الوطني. يمكن نقول لكم بأن جمعية أمل الأطفال ذوي صعوبة التعلم ما يناهز 3000 تلميذ على المستوى الوطني في جهة طنجة سطوة الحسيمة جهة مراكش في جهة ديال فاس مكناس الان في الدار البيضاء قامت بالتشخيص ديال العمليه ديال الاطفال اللي كيعانيوا من اضطراب التعلم وبينت هذه الادوات الفعاليه ديالها وسنعمل جاهدين طبعا بالتنسيق مع الجهات المخصصه خصوصا البحث العلمي داخل الجمعيات لتبيئ هذه الادوات بصفه علميه وقانونيه. اليوم كنتواجدوا في هذا اللقاء في هذا المركب الثقافي مولاي رشيد في اطار حمله للكشف ورصد الأطفال لحاملي الإعاقة سواء ذهنية سواء توحد سواء اضطرابات تعلم أو صعوبات تعلم. وقبل هذه الحملة هذه تسبق هذه الندوة هذه اللي داخلة في إطار إذكاء الوعي سواء للجمعيات سواء للأسر سواء للأخصائيين حول الدور والأهمية ديال الرصد والكشف ديال الإعاقة واضطرابات التعلم داخل المؤسسات التعليمية لأن كنعرفوا الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة الدور ديالها اللي لعباته في فتح جميع المؤسسات في وجه الأطفال ذوي الإعاقة واللي يمكنهم من الحقوق ديالهم ولكن إلا بغينا هذه الاستراتيجية أنها تكون ذات جودة خص يكون عندنا واحد رصد واحد الكشف ديال هاد الأطفال اللي حاملي هاد الإعاقات اللي كيتم التوجيه ديالهم إلى الأخصائيين. ملي كيتوجهوا الأخصائيين كيمكن لنا نتعرفوا عن انكتب ما هي الصعوبات اللي كيعانيوا منها هاد الأطفال ومجال ديال التدخل ديال كل أخصائي لدعم ومساندة الأطر التربوية اللي جعلهم أنهم يعملوا مع هاد الأطفال بإطار تكييف سواء تكييف أنشطة سواء تكييف إيقاع الزمان أو تكييف المحتوى وأيضا جعل قاعة الموارد اللي كتوجد داخل هذه المؤسسة دي تأدي الدور ديالها والمنوط بها اللي هو دعم وتأهيل الأطفال في الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية. إذا هذا إذكاء الوعي هو شيء ضروري وهذا الرصد وهذا الكشف شيء ضروري من أجل التعرف على الأطفال اللي كيعانيوا من هذه الاضطرابات ومن هذه الصعوبات وأيضا من أجل توجيههم لتمكينهم من الخدمات الضرورية. وكنتمنى التوفيق للجمعية المحتضنة لهذا اللقاء هذا.